بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معشر الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاين اللي في شهر رمضان يغتنم هذا الشهر كما ذكرنا في عدد ماضي ليتاجر مع الله عز وجل. كاين اللي يغتنم هذا الشهر المبارك ليضاعف في حسناته، على باله بلي التربص مغلق، أيام معدودات، فهو يصوم، يصلي، يقرأ القرآن، ثم يتصدق. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فقراء الصحابة إلى رسول الله يقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أرباب الأموال، رجال الأعمال، واحد يوزع 1000 قفة في رمضان، واحد 100 قفة، واحد متكفل بعائلات فقيرة، واحد زوج واحد، واحد دار عملية جراحية لواحد. هذا هو أرباب الأموال، هذا هو الأصل في المال، هذا هو الأصل في رجل الأعمال اللي يتسمى رجل الأعمال، أنه رجل خير، أنه يعلم أن المال مال الله، وأن الله عز وجل قد استودعه إياه لينفق على الفقراء والمساكين، ليقرض الله. من ذا الذي يقرض؟ شو سبحان الله تعبير القرآن الكريم، ربي يعطيك ويقول لك سلف لي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم؟ فالفقراء مشوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول، إن الأغنياء ذهب أهل الدثور أرباب الأموال بالأجور. قال: كيف ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون. فتنا بحاجة بفضول أموالهم، 10 ملايين، 20 مليون، 50 مليون، يبني مسجد، يبني مستوصف، يعبد طريق، يدير غابة، ينشئ حديقة في البطيمات وين يسكنوا، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ربي أعطاكم حاجة واحدة أخرى، وشنو هي؟ قال: إن لكم بكل تسبيحات صدقة، وبكل تكبيرات صدقة. وعد لهم أسباب الصدقة اللي هي الذكر، اللي هي التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن الكريم. فلما سمع الأغنياء بمقالة رسول الله للفقراء، ولو أيضا الفقراء الأغنياء يتصدقوا ويسبحوا ربي سبحانه، ويقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمشوا الفقراء لرسول الله مرة ثانية، قالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء قد سمعوا بمقالتك لنا، فأصبحوا يتصدقون ويسبحون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبشراكم معشر الأغنياء، بشراكم لهم يطعمون الطعام، ويسقون الناس، ويداوون المرضى، ويسعفون الناس، ويفرجون عن الناس كرباتهم. بشراكم محبة الله لكم، وبركة الله في المال والأهل والولد. ونسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثال هؤلاء وأن يبارك فيهم. وإلى لقاء آخر، صحفتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.